نرحب في البداية بضيف حلقتنا الليلة السيد راسم عبيدات الكاتب والمحلل السياسي من القدس. سيد عبيدات مساء الخير، ماذا تعني لكم ذكرى النكبة في بعد 76 عاما وأنت ممن عاشوها وعاصروا كل هذه الفترة التي تلتها من تحديات وإجرام متواصل لهذا المحتل؟ نعم يا سيدي، هي عندما نتحدث عن نكبة شعبنا في عام 1948 نرى أن هذه العصابات الصهيونية من الأرجون وإتسل والملباخ وهجانا وغيرها قد أقدمت على عملية طرد وتهجير لشعبنا عبر ارتكاب المجازر بحق هذا الشعب، وبالتالي كان الهدف واضح، هي عملية طرد وتهجير شعبنا لإحلال المستوطنين مكان هذا الشعب في الأرض التي هي ملك للشعب الفلسطيني. والشعارات الكاذبة التي أتوا بها لأجل احتلال أرض الشعب الفلسطيني وطرد أرض بلا شعب بشعب بلا أرض، بالإضافة إلى ما يسمونه بالمقولات من المقولات التلمودية والتوراتية الأرض الميعاد، نحن نقول بشكل واضح أن هذه النكبة عنت تدمير أكثر من 531 قرية ومدينة فلسطينية وتهجير أكثر من نصف شعبنا الفلسطيني في الداخل عبر ارتكاب مجازر كثيرة، ولعل الشواهد كثيرة في مجزرة دير ياسين ومجزرة الطنطورة ومجزرة كفر قاسم والعشرات من المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني من أجل طرده وتهجيره من هذه الأرض. هذه النكبة الفلسطينية، النكبة التي مر بها الشعب الفلسطيني، هي عنت عملية قطع وتواصل جغرافي وديموغرافي في البداية ما بين فلسطين المحتلة عام 48 والأرض الفلسطينية عام 1967 والتي جرى احتلالها في عام 1967، لأن المناطق المحتلة الاحتلال فرض عليها حكم عسكري إسرائيلي لفترة ليست بالقليلة، وبعد عام 67 أصبح هناك تواصل جغرافي وأيضا ديموغرافي ما بين شعبنا في الداخل 48 وأهلنا وشعبنا في 67. هذا الشعب شرد وطرد وتم الاستيلاء على أرضه وحتى أملاكه في عام 1948 في عبر قوانين جائرة للاحتلال، جرى السيطرة والاستيلاء على جزء كبير من هذه الأملاك والبيوت التي تخص أبناء شعبنا الفلسطيني، حتى أنهم عرضوا جزء من هذه الأراضي في المزاد العلني وسيطرت ما يسمى بالكرم كيمة أراضي إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وشرعنوا وفق قانون عام 1953 ما يعرف بقانون الحرام بعملية الاستيلاء على تلك الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. طيب، هذه أحداث طبعا يعني مثبتة في التاريخ، هي عقود طويلة من المعاناة للشعب الفلسطيني بعد منذ نكبته الأولى لنصل إلى هذه المرحلة وأنت عشت كل هذه العقود بكل ما فيها من تحديات. كيف تبدو لكم هذه الهجمة الشرسة الحالية قياسا بالنكبة الأولى؟ هجمة شرسة في غزة، في الضفة، في الأقصى وفي النقب وفي أي مكان يوجد فيه الفلسطينيون، يعني والتحدي ربما الذي يجد الفلسطينيون أنفسهم أمامه في هذه اللحظة. نعم، في هذا التحدي الأبرز وخاصة بعد معركة 7 أكتوبر، هذا الاحتلال يشن حرب شاملة على الشعب الفلسطيني، وهذه الحرب الشاملة تستهدف عمليات الاقتلاع والطرد والتهجير لكامل شعبنا الفلسطيني، وهذه الحكومة اليمينية المتطرفة ومعها الفاشية اليهودية هم يقولون بأنه لا يوجد شعب فلسطيني ولا توجد أرض فلسطينية ولن تكون هناك دولة فلسطينية ما بين النهر والبحر ولن تكون هناك أغلبية فلسطينية في الأرض الفلسطينية، بل سنعمل على طرد وتهجير هذا الشعب الفلسطيني. ولذلك المعركة المعتدمة الآن هي تدور والصراع الأساسي
منذ بداية هذا الصراع والغزو الصهيوني الأولى لفلسطين تدور حول الأرض، ولذلك نحن نشهد ما يجري في قطاع غزة وحالة الصمود الأسطوري سواء للمقاومة الفلسطينية أو الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية في الضفة وفي القطاع وفي الداخل الفلسطيني. الاحتلال مقلق له الوجود الديمغرافي الفلسطيني وثباته وبقاءه على أرضه، وهذه ما يحدث في قطاع غزة قال بشكل واضح على أن الشعب الفلسطيني مصمم على عدم أن يكون هناك نكبة ثانية للشعب الفلسطيني وطرده وتهجير إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة. نحن ما نشهده رغم كل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال من الإبادة الجماعية والطرد والتهجير والتطهير العرقي والتجويع والحصار واستهداف كل ما له علاقة بالوجود المدني من بنى ومؤسسات وقطاعات صحية وطبية ومراكز إيواء ومدارس ودور عبادة، ولكن هذا الشعب الفلسطيني هو كطائر الفينيك يخرج من تحت الرماد. اليوم عندما تجد المسيرات العودة في الداخل الفلسطيني والشعارات التي ترفع بأن وقف المجازر بحق قطاع غزة وحق العودة لأبناء شعبنا الذين هجروا من أرضهم تحت شعار نحن هنا باقون، ولذلك رفعت أسماء القرى المهجرة أسماء القرى المهجرة، وذلك شارك فيها اللافت في هذه مشاركة الأطفال والشبان بنسبة كبيرة، وهذا يعني سقوط مقولة مؤسس دولة الاحتلال وهو رئيس وزراء دهب بن غوريون بأن كبارنا سيموتون وصغارنا سينسون. هؤلاء الصغار الذين يخوضون معارك شرف وعزة في رفح وفي خان يونس وفي جباليا وفي دير البلح والشجاعية وفي كل قطاع غزة وفي الضفة الغربية والداخل الفلسطيني يؤكدون على أنهم متجذرون في هذه الأرض. وأيضا هذا الوعي الذي يحاول الاحتلال تزييفه وكيه وصهره وتطويعه ولن ينجح لا في صهر ولا في كي وعي هؤلاء الشبان ولا الأطفال بتخليهم عن أرضهم وحق عودتهم إلى أرضهم وديارهم التي شردوا منها. نحن نقول بشكل واضح أن الاحتلال يسعى بكل قوته وبشراكة أمريكية وأوروبية غربية وتواطؤ من بعض دول النظام الرسمي العربي على طرد وتهجير شعبنا الفلسطيني مستخدما المستوطنين، وهؤلاء المستوطنين الذين يجري تسليحهم ويمارسون اعتداءاتهم على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي الداخل الفلسطيني. على ذكر هؤلاء المستوطنين، بالفعل يعني لهم باع في 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 في, في الإرهاب الذي يجري في القدس. نعم. والضفة، الاقتحامات في الأقصى متكررة وزادت الحقيقة في الشهور الأخيرة، آخرها ما جرى اليوم، بل اليوم هناك تطور آخر ربما يكون من حيث الرمزية خطير للغاية، وهو رفع العلم الصهيوني في باحات الأقصى. كيف ترون هذا التهديد أيضا الذي يواجهه الأقصى؟ دعني سيدي أولا دعني أقول أن الذي يجري في حق المسجد الأقصى هو خطير جدا في هذا الاتجاه. هم يريدون في ما يقومون به في استغلال ما يسمى بالأعياد اليهودية والمناسبات القومية فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى تتجاوز قضيتي التقسيم الزماني والمكاني والذهاب إلى أبعد من ذلك بإيجاد قدسية وحياة يهودية في المسجد الأقصى ونقل المسجد الأقصى من الزمان الإسلامي إلى الزمان اليهودي، بمعنى أنهم سيعملون في البداية على عملية تقسيم للمسجد الأقصى كما حدث في الحرم الإبراهيمي الشريف بعد المجزرة التي ارتكبها المجرم بارك جولدشتاين في شباط 1994، واليوم كانت هناك احتفالات صاخبة رفع أعلام في المسجد في الحرم الإبراهيمي الشريف. هناك منظمة وتدعى منظمة بأيدينه أي الهيكل بأيدينا، والمقصود المسجد الأقصى، هي عملت على أن وضعت لافتة ضخمة في أحد المبادي في القسم الغربي من مدينة القدس، وكتب على هذه اليافطة في الذكرى 76 بنكبة شعبنا وما يسمونه بالاستقلال سنصلي في المسجد، والمقصود ووفق
رؤيتهم التلمودية والتوراتية المقصودة الأقصى، ولذلك دعوا أنصارهم إلى أكثر من 500 لرفع أكثر من 500 علم على أسوار المسجد الأقصى والقيام بأوسع عمليات اقتحام للمسجد الأقصى. 430 من 438 متطرفين اقتحموا اليوم المسجد الأقصى، وكذلك لم يكتفوا بعمليات الاقتحام بل رفعوا العلم دولة الاحتلال داخل المسجد الأقصى، وهذا تطور غير مسبوق في هذا الاتجاه، ويعني بأن ما ينتظر الأقصى هو الشيء الكثير. هم يستغلون للأسف حالة الموات العربي الإسلامي، هناك حالة من الموات العربي والإسلامي، ويقيسون ردود الفعل على ما يقوم به. ما جرى في قطاع غزة مؤشر بأن هذه الأمة التي تركت شعب بأكمله تخذله ويذبح ويقتل ويجوع ولم يحرك العرب والمسلمين ساكنا في هذا الاتجاه، وأن يكون بمعنى الإسناد والدعم للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه من قبل الشعوب في أمريكا اللاتينية وفي آسيا وفي الدول الأوروبية وأمريكا، وأن تكون هناك ثورة انتفاضة طالبية في الكثير من الجامعات الأمريكية والأوروبية الغربية، والتي تدعو إلى وقف الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وتعاقب بايدن على دعمه المستمر لدولة الاحتلال، ويجد بايدن نفسه بالحزبين الديمقراطي والجمهوري أنهم أمام ما يسمونه بأن هذه المظاهرات تشكل تهديد قومي للأمن الأمريكي. فهذا يعني الانقلاب الكبير في الرأي العام العالمي وسقوط الرواية والسردية الإسرائيلية، وما كانوا يتحدثون عنه دوما عن المظلومية بدءا من عملية السبي الأول إلى 7 أكتوبر، ويقولون بأن هذه الدولة مظلومة وأن هناك من يسعى إلى القضاء على دولة الاحتلال وإشاعة الخرافات بأن هناك من يريد أن يكون بهم في البحر، وليكتشف العالم بأن هذه الدولة ظالمة وليست مظلومة، ولتسقط أيضا الشرعية الأخلاقية والقيمية التي كانت تتحدث فيها الولايات المتحدة الأمريكية عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان على بوابات رفح وخان يونس وجباليا وأيضا والشجاعية وانصيرات وغيرها من مخيمات شعبنا في قطاع غزة. ولذلك نحن نقول بشكل واضح أن الأوضاع في المسجد الأقصى، وخاصة بعد أن استكملوا مخططات كل الطقوس المتعلقة بما يعرف بإحياء الهيكل المعنوي استنفذت، والآن سينتقلون إلى خطوة جديدة وهي العمل على بناء الهيكل بشكل عملي، وهذا يستدعي منهم بعد اليوم. تفضل. يعني أمام هذا التحدي الخطير والخطير للغاية، أكان في الأقصى أو الضفة أو هذا العدوان الذي يواجهه قطاع غزة، يطرح كثيرا في هذا البرنامج من قبل جمهورنا أن الشعب الفلسطيني يزيد من تفاعله بين هذه الجزر التي فرضها المحتل بين فلسطيني الداخل والضفة وغزة من خلال مؤتمرات تكون معلنة، رموز من غزة، رموز من الضفة، ورموز أيضا من الداخل الفلسطيني من القدس وما جاور القدس، للحديث في هذه التحديات وبحث ما يمكن أن يفعله هذا الكل الفلسطيني لتحريك الساحة العربية من حوله. هل ترى الفلسطينيون يفعلون ما يكفي بعد 76 عاما من نكبتهم الأولى، يفعلون ما يكفي لتوحيد الجهود حتى لا يبقى هذا الوطن الفلسطيني شبيه بجزر يعني لا تتواصل هذه بتلك، وهذا ما يريده المحتل بالتأكيد؟ نعم، على الاحتلال يريد أن يبقي عملية التقسيم والشرذ ما بين أبناء الشعب الفلسطيني، وكذلك يريد أن يكون هناك تواصل ديمغرافي وجغرافي بين أبناء الشعب الفلسطيني، ويريد أن تبقى غزة لوحدها وأن تبقى الضفة لوحدها والقدس لوحدها والداخل الفلسطيني والشتات لوحده. ولذلك نحن نقول بأنه الشعب الفلسطيني ظهر أنه رغم الانقسام السياسي الفوقي، ولكن على المستوى الشعبي نجد هناك
حالة غير مسبوقة من التوحد الفلسطيني من الداخل وفي الضفة الغربية والقدس وفي قطاع غزة وفي الشتات، ولكن المأساة، مأساة الشعب الفلسطيني والهزائم التي لحق بها الشعب الفلسطيني منذ كما قلت لك منذ ما سبق النكبة في ثورة عام 1936، وما سبقها أن هناك بعض القيادات هي هذه القيادات التي تقوم بإجهاض الثورات الفلسطينية. الآن نحن ربما نقف أمام مشهد مختلف، ما يجري في قطاع غزة هذا الشعب الفلسطيني لم يركن قضيته ولا حقوقه إلى العديد من الدول النظام الرسمي العربي الوظيفية، والتي كانت دائما وما جرى وما يجري في غزة عرى بشكل واضح. كل الجميع الآن عاريا في هذا الاتجاه، من كانوا يقولون بأنهم سيعملون على تحرير فلسطين وإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني، نجد أنهم للأسف جزء من المؤامرة على الشعب الفلسطيني. وأغلب الدول العربية في دول النظام الرسمي العربي المطبع مع دولة الاحتلال هم إما تحولوا إلى صليب أحمر أو جزء متواطئ ومشارك في العدوان على شعبنا الفلسطيني. ولذلك ما تقوله صحيح، نحن نقول بشكل واضح أنه آن الأوان لكي يكون هناك وحدة فلسطينية حقيقية، وأن القيادات التي تريد أن تعقد وحدة الشعب الفلسطيني وأن تستثمر عملية الانقسام والخلافات من أجل تحقيق مكاسب سواء كانت فئوية أو ذاتية أو مصالح شخصية، أو هي خدمة لأجندات غير فلسطينية في هذا الاتجاه، أنا الأوان لي أن يكون هناك حوار جاد وعميق بين كل المكونات والمركبات السياسية والمجتمعية الفلسطينية حتى نستطيع أن نعزز حضور القضية الفلسطينية في الساحة العربية والإسلامية والدولية. وهذه المعركة هي نقلت القضية الفلسطينية نقلة نوعية، ودخلت كل بيت سواء عربي أو إسلامي أو دولي، ولذلك نشهد أن استعادة زخم القضية الفلسطينية والتي كانت قبل 7 أكتوبر في طريقها إلى الموات وبالتالي التصفية. ومن هذا المنطلق نحن نعول على أن القضية الفلسطينية قد استعادت زخمها بشكل كبير جدا، وحدثت نقلة نوعية، وهذه النقلة النوعية يجب أن يكون هناك استثمار سياسي في هذا الاتجاه يوازي الثمن الباهظ الذي دفعه شعبنا من تضحيات من أبناء شعبه في قطاع غزة في الضفة الغربية وفي كل ساحة. طيب سيد عبيدات، في 20 ثانية رسالة توجهها للقادة العرب الذين سيجتمعون الخميس في المنامة في قمتهم 33 الآن في ذكرى النكبة، وما زال الشعب الفلسطيني يعاني نكبات متتالية، ماذا تقول لهؤلاء القادة الذين لم يرتقوا بعد إلى مستوى التحديات؟ رسالتك. رسالة الشعب الفلسطيني إلى القادة العرب، نحن نقول آن الأوان لكي تنتقلوا من لغة الشعارات والكلام والأسطوانة المشروخة للفعل الجدي من أجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني واستعادة الكرامة والعزة العربية. وأيضا هذه القمة يجب أن يكون واضحا لكل العرب أنه لا يمكن الثقة بالأمريكي، وضع كل البيض العربي في سلة الأمريكي، لأن الأمريكي يقول قال بشكل واضح أنه لا يوجد له حلفاء دائمين ولا أصدقاء دائمين، بل لديه مصالح دائمة، ومصالحه الاستراتيجية هي فقط مع دولة الاحتلال، ولا يؤمن بأي صداقة مع أي دولة عربية، يعتبر أن هذا الثبات هو فقط في وجود دولة الاحتلال. آن الأوان لكي تغادروا أوهامكم بالرهان على أن يكون للأمريكي دور في عملية في أن يكون وسيط في عملية سلام، فهو هذا لا يرى الأمور إلا بعيون إسرائيلية، وهو يقف إلى جانب دولة الاحتلال، هو ليس منحازا بل شريكا. وأنا لو أنكم أمنان أن تمتلكوا قراركم السياسي وإرادتكم لكي يكون لكم وزن على الصعيد العالمي، وأن يحسب لكم أعداء الأمة ألف حساب في هذا الاتجاه.
السيد راسم عبيدات الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من القدس، أشكرك جزيل الشكر.